يا صباح الفل على كل يوم جديد، ان شاء الله يكون يوم كله سعاده ورزق وكل حاجه كويسه على كل حضراتكم. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي كما تعودنا دائما. اكيد الحلقه لن تخلو من اخبار النادي الاهلي، كل تفاصيلها بقى، كل المستجدات. هنتكلم اكيد مع حضراتكم برضو عن الصحافه العالميه والمحليه والاقليميه، وسائل التواصل الاجتماعي كل الناس دول بيقولوا ايه. طبعا كل الكلام ده الى جانب اكيد تاني بقى الجزء الثاني من حلقتنا كالعاده اللي هي الفقرات الحواريه. وبالمناسبه النهارده ان شاء الله هيكون معانا فقره مع علي زهران، وهو لاعب منتخب مصر للجمباز الفني والحائز على الميداليه الذهبيه في كاس العالم للجمباز. وطبعا هيكون برضو منورنا ومشرفنا في الجزء الاخير من حلقه النهارده كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق. كالعادة بنبتدي مع حضراتكم زي أغلب حلقات البرنامج، يعني بأن احنا دايما بنهني بنتوجه بالتهنئة، هنفضل نقول مبروك الزهر على طول إن شاء الله وربنا ما يقطع علينا عادة. المرة دي بنقولها بمناسبة تتويج فريق سيدات الكرة الطايرة بالنادي الأهلي بكأس مصر بعد الفوز الكبير اللي حققوه على نادي الصيد بنتيجة 3-2 في نهائي المسابقة المقامة على صالة الشرقية للدخان. طبعا الكابتن محمود الخطيب زي ما هو معودنا دايما كان حريص على تهنئة كل لاعبات الفريق بعد الحصول على كاس مصر عقب نهاية المباراة، وكان بالفعل هو واحد من الناس في مقدمة الحضور وبصحبته العديد من أعضاء مجلس الإدارة. وأشاد كابتن محمود الخطيب بكل الجهود الكبيرة اللي بذلتها كل لاعبات النادي الأهلي اللي أحرزوا الكاس بعد الفوز ببطولة الدوري مباشرة، وقدموا الحقيقة عروض رائعة وحققوا نتائج متميزة جدا على مدار الموسم كله. وأكد كمان أن الفوز ده أكيد بيحمل كل لاعبات النادي الأهلي والجهاز الفني مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق مزيد من الانتصارات بما يتماشى مع طموحات جماهير النادي الأهلي وكل أعضائه. زي ما بنقول دايما هو ده النادي الأهلي، بطولة ورا بطولة، نكسب ماتش نكسب بطولة نحقق كاس، أيا كان الصفحة دي بتتقفل أيا كان مكتوب فيها إيه بتتقفل وبنبتدي نفكر في الخطوة اللي بعدها. فبالتوفيق دايما. طبعا عايزين بقى نشوف مع حضراتكم فرحة الفريق بعد الفوز الكبير بكاس مصر من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. كاس مصر في العادي مش بتكون سهله، وبالذات ان فريق الصيد فريق قوي بيتطور كل سيزون عن اللي قبله. الحمد لله يعني احنا قدرنا ان احنا نحصد البطوله يعني من بق الاسد زي ما بيقولوا. الحمد لله الماتش كان صعب قوي والستريس في الاخر كان صعب جدا، بس الحمد لله روحنا وان احنا عايزين نكسب باي طريقه خلتنا ان احنا الحمد لله نقدر نفوز يعني الحمد لله. الحمد لله طبعا ماتشات الكاس دايما بتكون صعبه، يمكن ده احنا كنا حاسبينه من بدري، كنا بنلعب مستريحين شويه. ماتش الكاس فريق الصيد فريق محترم جدا، كلهم شابات ادوا بشكل كويس جدا النهارده. الماتش كان بيروح ويجي في الجيم الخامس، بس الحمد لله قدرنا نحسمه بخبطنا يعني. ده من اصعب المواسم اللي احنا لعبناها ومن اطول المواسم اللي احنا لعبناها، زهقنا جدا خلاص كل شويه هنلعب لا في كورونا هنأجل، فاحنا تعبنا جدا على طول الموسم يعني بنتمرن من شهر 1/7 اللي فات، فالحمد لله يعني ان احنا كسبنا المنظر ده الحمد لله يعني. والله هو فريق الصيد فريق قوي ومحترم جدا، معظمه لاعبات صغيره بس كانوا واخدين خبره كبيره قوي ان هم من هم صغيرين بيلعبوا فيرست تيم، بقى لهم كذا سنه بيشدوا معانا لحد الاخر، بس الحمد لله الحمد لله ان احنا كنا مركزين وكنا كويسين يعني وقدرنا ان احنا نحسم البطوله. كان ماتش صعب قوي، كان كنا محضرين له كتير قوي من بدري. بطوله الكاس بتبقى صعبه، الماتش بيبقى في الملعب قوي، فرقه الصيد فرقه كويسه قوي وفيها عناصر جامدين كلهم، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على كل ده وقدرنا ان احنا نثبت نفسنا في الملعب ونأدي بدور بشكل كويس، وهنا الحمد لله ان احنا كسبنا يعني الحمد لله. الماتش كان صعب قوي، اول ماتش تقريبا في السيزون نوصل فيه لغايه 3-2، سكور كان مقفول طول الماتش يعني، وده ماتش كاس يعني الماتش لو ضاع خلاص مفيش بطوله يعني، بس الحمد لله يعني الفرقه كلها لعيبه كبيره والحمد لله قدروا يعني يحافظوا على اعصابهم، واللي نزل يعني عرف يأدي بشكل كويس فالحمد لله يعني البطوله. هو المكسب النهارده ليه طعم تاني يعني، ماتش 3-2 اول مره خلص كاس او دوري 3-2 وبعد مجهود، بس يعني الواحد والله بيبقى طول ما هو ما لعبتش ولا نقطه، بس الواحد بيبقى طول ما هو شايف ناس واثق فيهم، مثلا زي انا ندى وليد هي اكبر مني بسنه وبتلعب في مركزي بس هي مثلي الاعلى، طول ما انا واقفه بره ببقى متوتره ان احنا خلاص و14 اول والماتش عمال ماشي، بس عندي ثقه في اول حاجه ربنا، تاني حاجه تدريبنا، وعندي ثقه في زمايلي اللي هي اصلا في يعني اكبر مني بسنه بس واخداها مثل اعلى ليا. طبعا الكاس غير الدوري خالص، الكاس لان انت ما بتعرفيش الحقي نفسك، الدوري لو لا قدر الله خسرتي ماتش خلاص تعرفي تعوضي تاني، لكن الكاس غير يعني، وتقريبا ده اقوى ماتش لعبناه من سنتين، ف
فمن احلى واقوى واحلى ماتشات لعبناها يعني من السنتين دول الحمد لله يعني. طبعا حاجه جميله ومشرفه جدا، بنهني كل اللاعبات اللي الحقيقه كل الناس اجمعت على ان هم الموسم ده بصفه خاصه، طبعا ده العادي بتاعهم باستمرار، بس بصفه خاصه الموسم ده التحديات كانت كتيره جدا، وبالتالي كان الفوز مستحق سواء بالدوري او بالكاس. دلوقتي جه دورنا ان احنا نهني بقى الجهاز الفني والاداري، ومعانا على التليفون الكابتن حمدي صافي المدير الفني لكره الطايره سيدات بالنادي الاهلي. كابتن حمدي صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. صباح الفل يا كريم، ربنا يخليك، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ودايما بانتصارات ان شاء الله يا رب. دايما الحقيقه دايما مشرفينا ودايما على قد المسؤوليه، ودايما يعني الخواتيم دايما عند سيدات الكره الطايره في النادي الاهلي مفيش احلى من كده. طبعا موسم اكيد ليه خصوصيه شديده حتى عند حضرتك بطبيعه الحال. اكيد طبعا موسم صعب جدا وتاجيلات كتير و وتوقفات واصابات كورونا، لا يعني موسم صعب يعني اصعب المواسم اللي عدت علينا في فريق كره الطايره سيدات، بس الحمد لله اللعيبه كانوا رجاله يعني جدا، وكانوا مركزين ان هم لازم يفرحوا جمهورهم ويفرحوا مجلس الاداره بتاعتهم اللي بيدعمهم، فكانوا مركزين قوي ان لازم ناخد البطوله الثانيه السنه دي بعد الدوري، والحمد لله. وكانت مباراه صعبه جدا، واعتقد اقوى مباراه يعني لكره الطايره في خلال اخر 5 سنوات يعني. بخلاف مباراه النهايه يعني الماتش النهائي، بخلاف الماتش ده بصفه خاصه عموما، هل كان في مباراه معينه كانت فعلا يعني ما تتنسيش بالنسبه لكم سواء في الدوري او في الكاس في الموسم ده؟ الحقيقه الموسم ده احنا في الدوري كنا مركزين جدا، كنا كاملين. طبعا في نقطه برضو الناس مش واخده بالها منها، احنا امبارح بنلعب من غير 2 من اهم اللعيبه عندنا، فريده العسقلاني ودعاء الغباشي، مع منتخب الشاطئ بيستعدوا للاولمبياد، تصفيات الاولمبياد، فطبعا مقصرين جدا. دخلنا مجموعه من الناشئات امبارح كبيره جدا، 5 6 ناشئات في التشكيل بتاع المباراه، فكل الحاجات دي طبعا هي مكاسب كبيره وصعبت علينا المباراه طبعا، خبرات قليله للعيبه الصغيره، ولكن الحمد لله ادوا اللي عليهم، وطبعا يعني كسبنا جيل جديد وصف تاني ان شاء الله المستقبل النادي الاهلي. وجود كابتن محمود الخطيب واحنا شايفين مع حضرتك دلوقتي وهو بيهني اللاعبات، شايفين الكلام ده دلوقتي على الشاشه، يعني اكيد كابتن محمود الخطيب دايما لما بيكون متواجد في مباراه نهائيه دي في حد ذاتها بتعتبر دفعه للكل سواء للجهاز الفني والاداري او للاعبات. الحقيقه طبعا الكابتن محمود الخطيب ما بيسيبناش في اي بطوله، على طول ورانا، حضر اخر 3 سنوات الحقيقه حضر لنا كل النهائيات بتاعتنا سواء على المستوى الافريقي او على المستوى المحلي. السنه اللي حضر لنا الدوري والكاس الحمد لله، ووشه حلو علينا الحمد لله، بس تعبنا امبارح شويه، المباراه كانت عصبيه شويه امبارح، بس الحمد لله فنحنا بنفوز. لا يعني. بس كنتوا كالعاده قدها قدود يا كابتن حمدي، وبرضه عايز اعرف من حضرتك كواليس حديثك قبل انطلاق يعني مباراه النهائي، كنت بتقول ايه للبنات في اخر لحظات قبل ما يسيبوك ويتوجهوا بقى على ارضيه الملعب؟ الحقيقه طبعا كنا بناكد على اهم حاجه روح النادي الاهلي اللي بتميزنا، ودي بانت في الشوط الخامس، رغم تاخرنا في الشوط الخامس لكن الروح بتاعتنا كانت موجوده على ارض الملعب، وقدرنا نرجع نفسنا وفوزنا بالشوط الخامس. اللحظات دي بتبقى عصبه جدا، ولولا الروح اللي بتميز بيها لعبات النادي الاهلي وخبرتهم ما كانوش هيقدروا يرجعوا في الشوط الخامس، لان الشوط الخامس ده عامل زي ضربات الجزاء شويه. طبعا يعني مش مضمون خالص، ممكن اي حد يكسب الشوط الخامس من المباراه، فطبعا الحمد لله اللعيبه كانت ثابته نفسيا وبدنيا وقدروا يخسروا المباراه في الاخر يعني. لو يعني طلبت من حضرتك تقول لنا كده مفهومك لروح الفانيلا الحمراء، الجمله دي اللي هي كلاسيكيه جدا ودايما بتتقال في كل المواقف اللي كالعاده الاهلي بيبقى مبهر فيها، ومهما كانت الظروف المحيطه دايما الاهلي بيخرج منتصر. ايه هو او ايه هي روح الفانيلا الحمراء من وجهه نظر كابتن حمدي الصافي؟ روح، بص، بالنسبه لحمدي الصافي وروح الفانيلا الحمراء اللي هي العقيده اللي بتبقى جواك ان النادي الاهلي دايما رقم واحد، وما ينفعش يخسر بطوله او ما ينفعش يبقى مركز ثاني او ثالث، لا النادي الاهلي هو مركز اول دائما، ودي يعني متاصله في جميع لعبات وفرق النادي الاهلي، بس بتشكل مسؤوليه وعبء في اصعب الظروف واصعب المواقف، حتى وانت خلاص على وشك ان انت بتخسر بتبقى الروح دي جواك والعقيده دي جواك بتظهر في المواقف الصعبه دي وبتخليك تعدي الموقف. بس روح الفانيلا الحمراء دي زي ما هي حافز رهيب، هي برضو عبء كبير، ولا حضرتك شايف ايه؟ اكيد طبعا هي بتبقى عبء كبير على لعيبه النادي الاهلي وعلى فرق النادي الاهلي وعلى مدربي النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري. الجمهور بتاعنا لا يقبل الا بالمركز الاول، وده طبعا يعني
من يعني ما فيش نادي في العالم اعتقد عنده العقيده دي غير النادي الاهلي، ان هو جمهوره ومحبينه ما بيقبلوش غير بالمركز الاول، وده يعني متاصل في اللعيبه بتاعتنا، فبالتالي على مدار السنين بتبقى موجوده من قطاعات الناشئين والناشئات، فبتبقى دافع ليهم بتبقى ضغط عليهم، بس في الاخر الروح بتكسب، روح النادي الاهلي بتكسب يعني. جميل. وعلى ذكر المكسب الحمد لله رب العالمين، قدرتوا تكسبوا الدوري والكاس، بتستعدوا لايه بقى الفتره الجايه يا كابتن حمدي ان شاء الله؟ والله احنا الموسم بتاعنا انتهى تقريبا السنه دي، عندنا اللعيبه طبعا هتاخد راحه لان الموسم كان طويل جدا، ابتدينا من شهر 7 سنه حقهم يا كابتن حمدي حقهم سنه طبعا، فهياخدوا الراحه بتاعتهم بتاعت كل سنه، وان شاء الله بقى نبتدي الاستعداد للموسم الجديد، لان الموسم الجديد المفروض هيبقى فيه تحديات كبيره، هترجع البطوله العربيه وان شاء الله مشاركات الافريقيه، فهيبقى موسم صعب جدا، عندك 4 بطولات لازم تستقدره بصوره كبيره جدا باكبر قدر من اللاعبات الفنيه وبدنيه. ان شاء الله يكون موسم ناجح ونرجع نهني حضرتك 4 مرات بال4 بطولات الجايين ان شاء الله. كابتن حمدي الصافي صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك مره ثانيه. شكرا يا حبيبي. شكرا يا فندم، نورتنا، اهلا بيك. الحقيقه يعني على صعيد برضو يعتبر متصل الى حد ما، في الفتره الاخيره كلنا شاهدنا ان مصر استضافت مجموعه كبيره من البطولات العالميه الكبيره، اللي من بينها بطوله العالم للخماسي الحديث للكبار، ودي واحدة من أكبر البطولات العالمية ومؤهلة بشكل مباشر لأولمبياد طوكيو، وده طبعا يعني بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد ونجاحها في تنظيم بطولة العالم للسلاح وكأس العالم للجمباز إلى آخره. امبارح شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار، طبعا دي زي ما كنت بقول لكم مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 واللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 14 من يونيو الجاري، طبعا بتستضيفها على كل الملاعب وكل الصالات المخصصة بالهيئة أو هيئة استاد القاهرة الدولي. هنتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكثر متعلقة بهذه البطولة من خلال التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. Was discussed already weeks before with my colleague. بعد المشاكل السياسية اللي كانت في بيلاروسيا قرروا تأجيل البطولة مش إلغائها تماما، فهي لسه هتتعمل في بيلاروسيا في السنين اللي جاية إن شاء الله، بس كان لازم يشوفوا الحل الآخر، وهي كانت مصر من الحاجات اللي خليهم مستريحين لأن هم عارفين الملاعب كلها، ومصر نظمت أكتر من 10 بطولات على مدار السنين اللي فاتت، فكان بقى الكلام مع باشمهندس شريف العريان ودكتور أشرف صبحي، وكان في سبورت جامد جدا من الحكومة ومن الدولة ومن الاتحاد الدولي، وفي ساعتها قرروا إن البطولة هتتعمل في مصر، وهم واثقين إن شاء الله إن هي تكون حاجة كويسة تأهيل للأولمبياد طوكيو بإذن الله. مصر دولة كبيرة بتثبت الكلام ده يوم بعد يوم. الحقيقة مصر يعني بعد ما وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة ابتكروا نظام الفقاعة الطبية، بدأت ببطولة اليد، وبعديها كان في دراجات ورماية وسلاح وخماسي دلوقتي مش عايز انسى العاب وجمباز طبعا. الخماسي الحقيقه بينظم بطولات كبرى بقاله زمن، انما البطوله دي ليها قصه، ان الاتحاد الدولي قرر سحبها من احدى الدول الاوروبيه وتواصل معانا، واحنا تواصلنا فورا مع وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه في فتره قصيره جدا ان احنا ناخد الموافقات الحكوميه المطلوبه لتنظيم هذا الحدث الكبير. احنا انتقلنا من فكره ان مصر تستطيع لمرحله ان مصر تستحق، هي دي المكانه الحقيقيه اللي مصر تستحقها. احنا بقالنا 6 شهور بننظم اكبر بطولات في العالم، البطولات دي هي اللي مؤهله ليها عامل رئيسي للتاهيل لدوره الالعاب الاولمبيه، فكون ان اللجنه الاولمبيه الدوليه تاخد مثال وتاخد البروتوكول اللي مصر قائمه بيه، فدي رساله قويه جدا مش لمصر، دي رساله قويه جدا للعالم ان احنا ماشيين الحمد لله على التراك المظبوط، وهنتنقل نقله ثانيه المرحله الجايه ان شاء الله. طبعا استضافه مصر يعني لبطوله العالم الخماسي الحديث دي مش حاجه جديده على مصر في رياضه الخماسي الحديث بالذات، نامل جميل ان احنا في ظل الظروف الصعبه دي شفنا ان مصر قدرت انها تتحمل مسؤوليه في اكتر من لعبه، شفنا الجمباز، شفنا الرمايه، شفنا طبعا كاس العالم الرائع بتاع الهاندبول، نفس الكلام ان شاء الله بيحصل في بطوله العالم الخماسي الحديث، اتوقع تنظيم على اعلى مستوى واتوقع ان شاء الله نتائج على اعلى مستوى.
تعالوا بقى نتعرف مع بعض على حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل. اتفضل. وللمزيد من التفاصيل المتعلقة بالحالة الجوية احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الفل استاذ كريم، اهلا بحضرتك. بنسعد بوجودك معانا دايما المشاهدين، وطبعا الف سلامة في البداية على أستاذنا هواني. الله يسلم حضرتك. اللهم امين. اجواء الحمد لله ما زال الاستقرار واضح في الاحوال الجوية، بنستمتع بيه خاصة في فترات الليل. صحيح. مجرد ما بتغيب أشعة الشمس على طول بيبدأ في نشاط خفيف للرياح يضيف لحل طقس الربيع اللي احنا بنتمتع بيه جمال في فترات الليل، خصوصا في المناطق المكشوفة والمناطق المفتوحة والمدن الجديدة الأجواء فيها ممتعة جدا. صحيح. في فترات الليل. لكن خلال فترات النهار بيكون فيه مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، بتبدأ من النهاردة حوالي درجتين عن امبارح، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها ويكون ارتفاع ملحوظ بكرة وبعد الأربعاء والخميس، يكون فيه ارتفاعات ملحوظة ودرجة الحرارة فيها توصل القاهرة إلى 38 درجة مئوية. ولكن إن شاء الله اعتبارا من يوم الجمعة هتعود الأجواء إلى طبيعتها مرة أخرى وتنخفض درجة الحرارة لتعود إلى 35 درجة اعتبارا من الجمعة وحتى منتصف الأسبوع القادم. طيب. على الأقل احنا كل ده دكتور محمود برضو احنا يعني ايه ما زلنا في الأجواء الربيعية، لما يدخل بقى علينا الصيف إن شاء الله هل من المتوقع إن الصيف برضو تتخلله أحيانا بعض يعني الموجات اللي ينتج عنها نسمة هواء لطيفة شوية، ولا الصيف هيبقى صيف مكثف ومركز؟ لا ان شاء الله مش مكثف ولا حاجه، احنا في فصل الصيف بنتاثر، يعني هو بنقول دايما فصل الصيف فصل الاستقرار الشديد في الاحوال الجويه، ما بنلاقيش ظواهر جويه حاده او عنيفه، ما بنلاقيش تراب، ما بنلاقيش امطار يعني الى حد كبير، بس بيبقى مستقر على درجه حراره مرتفعه جدا في الكثير من الاحيان. الى حد كبير، لان منخفض الهند الموسمي هو بيكون اغلب الكتل الهوائيه اللي بتأثر على مصر في فصل الصيف هي منخفض الهند الموسمي، ولكن أحيانا في بعض الأيام مرتفع العروض الوسطى اللي قادم من جنوب أوروبا، أحيانا ما تأثيره اللي بيبقى موجود على مناطق من سواحلنا الشمالية بيمتد تأثيره أحيانا إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري في بعض الأيام، وده بيحدث تلطيف إلى حد كبير في فترات الصيف إن شاء الله. هو برضه دكتور محمود معلش يعني اعذرني على سذاجة السؤال، بس هو من باب العلم بالشيء، ليه دايما في الصيف بيكون في محافظات معينه غير يعني غير الصعيد، انا بكلم حضرتك على مثلا الجونه، الغردقه، شرم الشيخ، ليه دايما بتبقى هناك درجات الحراره في الصيف فعلا اقرب لمنطقه الخليج؟ طبعا هي طبيعه الكتل الهوائيه اللي في منطقه الخليج بيكون نفس الكتله الهوائيه اللي بتاثر على هذه المناطق، لان زي ما قلت لحضرتك منخفض الهند الموسمي ده بيمتد تاثيره على جمهوريه مصر العربيه بالكتله الهوائيه القادمه من الجزيره العربيه، لان هي طبعا منخفض الهند وهو بيتقدم الى الحدود المصريه بيكون قادم من الجزيره العربيه، فالى كبير المناطق اللي موجوده في سيناء او على سلاسل جبال البحر الاحمر بتكون درجه الحراره ما لحقتش تنخفض بشكل كبير عن درجات الحراره اللي موجوده في السعوديه او في الجزيره العربيه، رغم
ان بيكون في انخفاض، ما فيش كلام عن هذه المناطق، لان تتجاوز درجه الحراره هناك 47 و 48 درجه مئويه في الجزيره العربيه، ولكن بمرورها على البحر الاحمر بتتلطف الى حد ما، وبتكون اقل من كده بحوالي 7-8 درجات. ولكن طبعا بالنسبه لمصر لما نقول الغردقه والجونه وشرم الشيخ وهذه المناطق تكون درجه الحراره فيها 40، بيبقى طبعا الجو قاسي بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه، خصوصا لان سبب التلطيف انه مر على بحر احمر، فده بيحمل كميات كبيره من الرطوبه، فما بيديكش احساس ان الحراره منخفضه عن الجزيره العربيه، بيديني نفس الاحساس ان الحراره عاليه جدا، ولكن ده بسبب ارتفاع الرطوبه. اصل هو عاده عند الموروث الشعبي كده ان اي مكان فيه بحر عاده بيبقى الجو فيه الطف نسبيا من اي اماكن تانية، لكن واضح كده من كلام حضرتك انه مش بالضروره، الموضوع ليه حسبه تانية. مش بالضروره، بس احنا بنقول مفيش كلام برضو، احنا ليه الناس بتلجا للمناطق الساحليه في الصيف؟ لان نسيم البحر هو بيكون ليه عامل مؤثر ومهم جدا، احنا في حاجه اسمها نسيم البحر، ده برضو بيكون ليه دور كبير جدا. فاحنا بنقول ان الكتله الهوائيه بمرورها على البحر بتحمل كميات من الرطوبه، ولكن لما بنشعر بيها لما تخش على الارض مره اخرى، انما اللي مقترب من الشواطئ دايما بيحس بنسيم البحر، ده تلطيف كبير جدا. انما اللي داخل جوه اسكندريه مثلا او في المدن المنازل البعيده شويه عن الشواطئ بيكون مستشعر طبعا ارتفاعات كبيره في درجه الحراره بسبب ارتفاعات الرطوبه. بس اقول لحضرتك على حاجه برضو ملحوظه شخصيه دكتور محمود لو تسمح لي كراجل اسكندراني، يعني احب اقول لك بمناسبه الكلام عن البحر، كنا طول عمرنا لو حضرتك مثلا هنفترض ان انت مش مقيم في اسكندريه وجاي اسكندريه في الزياره، سواء بقى جاي بالعربيه من الطريق الزراعي او الصحراوي داخل بالقطر، المهم في كل الاحوال ريحه اليود بتاعه البحر كانت بتخترق الانف، يعني انف اللي جاي يزور اسكندريه حتى هو بعيد جدا عن البحر. دلوقتي في كتير من الاحيان حتى وحضرتك واقف على الكورنيش شخصيا على الكورنيش ذات نفسه ومش شامم ريحه اليود، هل دي برضو ليها علاقه بالتغيرات المناخيه ولا دي ايه الحكايه؟ لا، هي طبعا اكيد بيكون في عوامل اخرى، بس احنا بنقول نسب الرطوبه العاليه جدا هو ده اللي بيكون ليه الاحساس او العامل الاكبر في احساسنا بالارتفاع في درجه الحراره، او في هذه الاجواء او في هذه الايام اللي حضرتك بتتكلم عليها ما بيكونش في نشاط هواء يزود من نسيم البحر اللي بيمتد تاثيره لمسافات اطول. دي بتبقى برضه ليها عامل مهم جدا، لان لو الاجواء مستقره وفي سكون في الرياح بيبقى تاثير نسيم البحر ضعيف جدا في اثناء ارتفاع درجات الحراره. تمام، افادكم الله يا دكتور محمود، اسعدتنا بوجودك معانا كالعاده، بنشكر حضرتك جزيل الشكر وصباح الفل عليك. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب يا حضرات، بعد ما اطمنا وشيكنا على الاجواء اللي كام يوم اللي جايين ان شاء الله هيكونوا عاملين ازاي، بس يعني استاذنكم نطلع فاصل سريع جدا ونرجع عشان لسه اخبارنا معاكم لم تنتهي بعد. اتفضل. اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد الى 10 الصبح في الاهلي. طبعا يعني اليومين دول عندنا فتره راحه حاليا لكل لعيبه النادي الاهلي، ولكن الحديث عن كره القدم لا يتوقف ابدا، وحتى فتره الراحه خلاص بتوشك على الانتهاء، يعني عرفنا من شويه ان هم ان شاء الله بعد بكره على طول يوم الخميس الفريق هيرجع مره ثانيه عشان يوصل تدريباته اكيد استعدادا للترجي التونسي، وطبعا عندنا كلام كتير نتكلم فيه في هذا الاطار الى جانب كلامنا عن المنتخبات. طبعا كل النقط دي هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك، منورنا كالعاده وبنسعد وبنتشرف بوجودك معانا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام. نبتدي من استاذن حضرتك بقى، تعالى نبتدي من اللي حصل في الفتره الاخيره بشكل عام. طبعا كان في غيابات متعدده ضمن صفوف النادي الاهلي في الفتره الاخيره نتيجه يعني اصابات وغيرها، والحمد لله بقينا بنشهد مؤخرا بشكل تدريجي كده عوده اللاعبين. في راي حضرتك الى اي درجه كان موسيماني ناجح في التعامل مع هذا الامر وفي فكره الاستفاده من اللعيبه اللي تحت ايده وتدويرهم، كان ناجح لاي درجه في الموضوع ده؟ هو طبيعي المفروض النادي الاهلي نادي كبير بيلعب على البطولات، فدايما بيبقى المستويات متقاربه في كل المراكز يعني. وده لازم اللي يعمل عليه الفريق اللي بيسعى ان هو يكسب بطولات. فهي طبعا هي بعض الغيابات مثلا نقول يعني نتيجه اصابات او حاجه، هي المشكله في ان احيانا انت اللعيب الاساسي ده عندك بيبقى خارج الفورمه، ممكن بيجي فتره بيبقى بعيد عن فورمه رياضيه، وبيبقى دور البديل هنا اللي هو مستواه متقارب فما بنشعرش بفرق. انما لما يعني الاعداد اللعيبه اللي جاهزه بتكون فيها يعني قليله شويه، اعتقد دي بتمثل مشكله. طب لو طبقنا الكلمتين دول على حد زي قفشه مثلا، يعني نجد بديل ليه بنفس المستوى بنفس
الحرفيه والكيفيه اللي بيلعب بيها، فكره ان انت تعرف تستلم كويس وتعرف تخلق لنفسك مساحه وتعرف تخترق وتعرف توزع، يعني البدائل عندهم نفس القدرات. احنا برضو لا احنا طبعا بنقول طبعا لازم بقدر الامكان، او الانديه كلها كبيره بتلعب على البطولات بتسعى ان لازم دايما البديل، او مش عايز اقول البديل يعني اللعيبه اللي بيلعبوا في مركز واحد يكون المستويات متقاربه، يعني زي ما بنقول يعني في حاله غياب حد يبقى التاني يقدر يعني يأدي بنفس المستوى. انما برضو في لاعب بعض اللاعبين بيكونوا مميزين، يعني انا مش هقدر، بيبقى تلاقي في فرق برضو واضح بينه وبين البديل، ده موجوده في اكبر فرق العالم. انما بقدر الامكان كل ما احنا بنقدر ننجح احنا نخلي البديل في المستوى المتقارب بينه وبين اللاعب الاساسي، اعتقد دي في حاله غياب اللاعب الاساسي بتحل مشكله كبيره. انما قفشة انا بعتقد صعب حد يعني في الوقت الحالي صعب حد يسد الفراغ بتاعه في حاله غيابه لا قدر الله نتيجه اصابه او هبوط في المستوى اللي هو طبيعي بيبقى متواجد في بعض فترات الموسم، وارد جدا صحيح. انما في صعوبه طبعا ما فيش شك. طيب الفتره الاخيره برضو كثر الحديث عن فكره ان الاهلي لم يسجل في الشوط الاول في مجموعه من المباريات المتتاليه، والبعض ذهب في تحليله للنقطه دي لفكره ان موسيماني قاصد الكلام ده من منطلق انه عايز ايه يستنزف قدرات وطاقات الفريق المنافس في الشوط الاول عشان يبتدي بقى ايه يلسع في الشوط الثاني زي ما بيقولوا، يعني بالبلدي كده بيفرهد اللعيبه المنافسه في الشوط الاول. حضرتك شايف ايه؟ لا هو بيسعى طبعا، لو نقدر نسجل هنسجل مفيش مشكله في الشوط الاول. انما ممكن يعني لو احنا لو بصينا من ناحيه تحليليه يعني طبيعي الفرق كلها اللي بتقابل الانديه الكبيره بقى فيها تركيز قوي في الشوط الاول، بتلعب بطريقه دفاعيه بتأدي المساحات، يعني الناحيه التكتيكيه بتهتم قوي بالجوانب الدفاعيه. الشوط الثاني بتبقى الظروف بتختلف، انت فرقه كبيره مستوياتك اعلى، اللياقه البدنيه بتاعتك بتبقى اعلى، اللعيبه من ناحيه الضغوط والناحيه النفسيه الفرق الاقل مستوى تركيزها بيقل شويه الشوط الثاني، زي ما بتقول برضو الناحيه البدنيه مش طبعا بتبقى متفوقه، فتتوجد ثغرات ونحسن احنا استغلالها بالظبط. يعني هو ده السيناريو يعني واقعي، يعني نقدر نقول واقعي ان بنجد صعوبه في البدايات، انما في الشوط الثاني الفروق بتتضح خصوصا في الناحيه البدنيه. طب توقعات حضرتك بقى لسيناريو مباراه الذهاب والاياب مع الترجي التونسي، هو فريق تقيل وكبير وليه تاريخ وليه اسم طبعا، ومن الفرق اللي دايما برضو بيحجر جامد قدام النادي الاهلي لما بتجمعهم الظروف طبعا ما فيش شك. فكرك برضو موسيماني هيلعب بأني طريقه؟ هو طبعا ما فيش شك الترجي فرقه كبيره حصلت على بطوله افريقيا 4 مرات يعني عدد كويس. لو بصينا حتى على المستوى المحلي يمكن اخر 5 دوري عام بالنسبه لهم على التوالي واخدينه، واعتقد حاصلين على بطوله الدوري تقريبا 31 مره اكبر نادي في تونس طبعا، الكره متطوره في تونس ما فيش شك، فرقه بتلعب على البطوله ند لكل الانديه على مستوى القاره ما فيش شك، مباراه صعبه. بس انا شايف هو يمكن المستوى الفني اقل شويه من الفتره من قبل كده يعني هو كسب بطوله 2018 2019. انا بعتقد يعني يمكن تابعته اخر مباراه كانت مباراه العوده مع شباب بلوزداد الجزائري، كان مهزوم في مباراه الذهاب 2-0 وقدر اللي هو يكسب 2-0 ويلعبوا ضربات جزاء ويفوز ويوصل للسيمي فاينل. بس انا شايف احنا الحمد لله في الفتره ديت اعتقد احنا المستوى بتاعنا افضل وعندنا معنويات كبيره، غير واخدين بطوله افريقيا المركز الثالث على مستوى العالم للانديه بطوله العالم للانديه. لا اعتقد كل الظروف ان شاء الله اعتقد هتكون في صالحنا باذن الله. يا مسهل الحال يا رب. طيب ان شاء الله. هل يعني كنا قلنا من شويه لو حضرتك كنت بتتابعنا كنا بنتكلم مع زميلتنا نورهان طمان، ومن ضمن المانشيتات اللي كانت ملفته جدا للنظر الحقيقه جه في جريده المسا تحديدا ان في 5 لاعبين في الترجي التونسي بيطالبوا بان هم ياخدوا مستحقاتهم الماليه المتاخره او بفسخ العقد، والكلام ده فوري، والكلام ده ايه قبل ايام قليله جدا من لقاء الذهاب ما بين الاهلي والترجي، منهم 3 لعيبه جزائريين بمناسبه الكلام عن الجزائر. فالى اي درجه النقطه دي برضو ممكن تعمل دربكه؟ طبعا لو الاخبار دي حقيقيه ما فيش شك هتاثر على الفريق طبعا، هتاثر على اللعيبه اصحاب المشكله وبرضو زمايلهم الاخرين اللي هم خارج المشكله. لا تأثر في أجواء الرياضة، محتاجة الاستقرار، محتاجة التركيز، الروح تبقى واحدة وكل لعيبة عندها استعداد. لو في مشاكل طبعا أي فريق في خلال الموسم بيتعرض لبعض المشاكل، إنما
حسن الاداره واكيد بتفرق كتير، ونوعيه اللعيبه واخلاصهم للفرقه وحبهم للفريق. مفيش شك النادي الاهلي يمكن بيتميز بتبقى اللاعبين كلهم كانوا بيشجعوا النادي الاهلي من الطفوله. صحيح. كان عنده امنيه وامنيه حياته انه يلعب كوره ويلعب كوره في النادي الاهلي، فمفيش شك ارتباط اللاعبين بتاعت النادي الاهلي دي ميزه يمكن مش بسهوله تتوفر في انديه كتير. حب النادي والاخلاص ليه وطموح وامنيه حياته انه يوصل للمكان ده ويستمر اكتر سنوات ممكنه يلعب للنادي يحقق بطولات، مفيش شك الاجواء في النادي الاهلي اعتقد صعب يعني تكون موجوده. يعني انا يعني على مدار التاريخ اللي احنا لعبنا فيه او اللي قبلنا او الفتره الحاليه انا شايف اللي بيخرج عن المنظومه ديت في النادي الاهلي قليلين جدا، يعني قليلين جدا. بس هو لو بصينا لتاريخ مواجهات الاهلي والترجي التونسي يعني عموما هما اتقابلوا حوالي 20 مره، الاهلي فاز في 8 وتعدوا 8 والترجي فاز 4 مرات، فدي برضه ممكن يبقى فيها اشاره ما دلائل ما. طبعا طبعا يعني هو فريق عنده طموح وبيلعب على البطوله وحاطط هدف البطوله بالنسبه له. هي دي لما فريق زي النادي الاهلي يواجه فريق بالشكل ده عنده طموح، حتى لو في بعض الفترات يمكن المستوى الفني النادي الاهلي بيتفوق فيها، برضو الطموح والاراده دي طبعا بتخلي اللعيبه او بتخلي المنافس اكثر صعوبه. وزي ما حضرتك يعني ذكرت النتائج متقاربه جدا، كلنا عارفين الجمهور العادي اللي في الشارع عارف ان المباراه صعبه وفيها هتبقى فيها نديه وفيها تنافس، بس زي ما قلنا في بدايه حديثنا يمكن احنا عندنا اعتقد في الوقت الحالي يمكن مستوانا افضل الحمد لله. كنا بنتكلم من شويه انا وحضرتك عن كابتن قفشه وقلنا ان يعني ما معناه ان في لعيبه، طبعا كل اللعيبه زي الفل مش قصدنا حاجه، بس في لعيبه بيبقى لهم ايه خصوصيه كده ليهم كاريزما لوحدهم. طبعا. فالكلام اللي اتقال على مجدي قفشه ينطبق الى حد كبير على علي معلول مع مراعاه اختلاف مركز كل لاعب منهم، بس هو برضه لعيب ليه خصوصيه شديده جدا واتحرمنا من جوده لعبه الفتره اللي فاتت طبعا نتيجه الاصابه. شايف الى اي درجه عودته مره ثانيه ومشاركته في مباراه الذهاب والاياب امام الترجي التونسي ممكن يامن لنا الجبهه اليسرى للنادي الاهلي؟ هو طبعا زي ما حضرتك بتقول كلام حضرتك مظبوط، طبعا نوعيه اللعيبه قد تختلف، حتى اللي بيلعب في مركزه امكانيات بتختلف، اسلوب اللعب بيختلف، ممكن بيضطر المدرب يغير في التشكيل، يغير في طريقه اللعب، في اسلوب اللعب، في طريقه اللعب نفسها، ممكن بيضطر لغياب احد العناصر المهمه في الفريق اللي هو صعب يؤدي البديل بتاعه بنفس الاداء. هو طبعا ما فيش شك علي معلول في الناحيه الهجوميه مميز جدا يعني هايل، واعتقد هو مهم في النادي الاهلي ومصدر ثقه وطمانينه عند الجماهير. طبعا طبعا، وهو النادي الاهلي دايما بيلعب بيسعى للفوز، طموحه للفوز، هدفه للفوز، فهو لاعب مناسب الحقيقه. اكيد عودته بتمثل اهميه كبيره الحقيقه ما فيش شك. ايمن اشرف كان بيلعب في المكان ده وادى بشكل كويس ومؤدي موسم كويس، بس برضو يعني بتزود اللعبة الجاهزه. يعني قد احتاج انا الايمن اشرف مثلا في مركز قلب الدفاع يبقى موجود. يعني هو ما فيش شك كل ما اللعيبه الاساسيين بتعود من اصابه او بيعود لمستواه الحقيقي طبعا دي بتمثل اضافه. اصل حتى لو بصينا لحد زي علي معلول بالارقام، يعني شارك في 140 مباراه وسجل فيهم 24 هدف وصنع 43 هدف، فده لعيب مميز. طبعا يعني مفيش شك. حتى من غير المتابعه بالنظر بالارقام الورق والقلم بتقول ان ده لعيب استثنائي على كل الاطراف. طبعا، وبعدين التحليل دلوقتي طبعا بالارقام كلها، يعني تحليل الاداء مستوى اللاعبين اللي بيقدمه يعني من كل الجوانب الفنيه والخططيه طبعًا. التحليل طبعا كل الجوانب. كان ليه ايادي بيضاء كمان سابقه في فكره تخليص مباريات مهمه، يعني كان بيخلص ماتشات مهمه الحقيقه. طبعا طبعا، هو مفيش شك صنع لعب كويس، عمل اسيست كتير قوي في المباريات اللي زي ما حضرتك ذكرتها. الناحيه الجمهوريه بيأديها باقتدار، مفتاح لعب ومفتاح فوز للنادي الاهلي في مباريات كتيره، يعني عودته مهمه جدا. بالمناسبه هل في حاجه معينه قلقاك في من فريق الترجي التونسي؟ هل في حاجه معينه شايف ان دي اسلحه لابد وان ناخد حذرنا منها بيملكها فريق الترجي التونسي؟ وعنده عناصر مميزه يعني اكيد، يعني في المهاجم الافريقي ده بيملك امكانيات بدنيه كويسه ولعيب كويس، اعتقد بيعتمد عليه بشكل كبير، بس في النهايه اللي احنا فريق 11 لاعب في الملعب، الاداء الجماعي اعتقد ان شاء الله الغلبه لينا باذن الله. يعني بس ده مش معناه اكيد اللعيبه طبعا بتحترم المنافس طبعا ده مفروض بنلعب سيمي فاينل، واكيد الفرقه الثانيه المباراه الاولى على ملعبهم اكيد هيسعوا للفوز. الامور كلها واضحه، انت دلوقتي بتقدر، احنا زمان في بطولات افريقيا ما بتبقاش عارف الفرقه اللي هتلعبها،
اذاعه المباريات وتسجيل المباريات والمتابعه موجوده، بتقدر ما فيش حاجه يعني الفرقه بتبقى محفوظه بالنسبه لك. واحنا كنادي الاهلي برضو بالنسبه للفرق الاخرى معروفين اكيد، انما هو الاداء في الملعب طبعا هو اللي بيصنع الفارق، والفرقه الاقوى بتقدر تسيطر على المباراه وتخلق نفسها فرص وتسجل. اكيد ان شاء الله يكون من نصيبنا يا مسهل باذن الله يا ان شاء الله. طيب قبل بقى ما ننتقل مع حضرتك لملفات تانية زي ملف اتحاد الكوره وملف المحلي بقى عندنا، هستاذنك بس هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده ل 10 الصبح في الاهلي وضيفنا نجم النادي الاهلي السابق كابتن محمود صالح. وقبل ما نروح بقى مع حضرتك للدوري والملف اتحاد الكوره برضو من النقط اللي عايزين نتكلم مع حضرتك فيها، كنا من شويه بنتكلم في اللعيبه اللي بتخلص، اللي هي عندها قدره حتى لو ما نزلتش لفتره زمنيه طويله يبقى لها تاثير ملموس على المنافس وممكن تقلب كمان الموازين. صلاح محسن اعتقد ينطبق عليه الى حد كبير الكلام ده، وده حصل قبل كده مثلا في ماتش سان داونز لما نزل في الشوط الثاني ومحمد شريف طبعا وغيرهم الحقيقه، بس احنا بنقف عند حالات كده ايه شويه بتكون ملفته للنظر. فكرك برضو هيستمر الشكل ده من اللعيبه اللي بتخلص الفتره اللي جايه مع ماتش الترجي؟ هو طبعا مهم جدا، حتى اللاعب لو حس ان هو بديل والفتره اللي جايه دي بالنسبه له هيبقى بديل، مهم جدا التركيز، مهم جدا يحافظ على مستواه، الفرصه هتجيله ان شاء الله، بس هو يكون مستعد لها. في لعيبه كده بتبقى مستعده، وده واضح من خلال التغييرات اللي بتحصل انه في بال موسيماني بشكل كبير. بالظبط، هو طبعا بيتابع اللعيبه وحتى البديل لازم يكون جاهز، يعني اللعيب اللي مش مركز المستوى اقل عنده اي مشاكل بتاثر على المستوى الفني مفيش شك هيبقى هيتم استبعاده. انما اقول على شخصيه اللاعب مهم جدا، نوعيه اللعيب، لان في فترات مش هتبقى انت مستمر بشكل اساسي على طول، لا قدر الله خارج من اصابه بتخش مع الفرقه بالتدريج مستواك بيقل بتبعد فتره معينه مش في الفورمه في ماتش من الماتشات. بالظبط، مهم جدا جدا، يعني انا مش عايز اذكر اسماء معينه كانت سواء بتلعب، بتكلم على جيلنا يعني بتلعب بشكل اساسي او بديل، لا بتلاقيه مركز تماما واحساسه حتى بيتمرن بطريقه وباسلوب وباهتمام ان هو انا هلعب كاني اساسي. بالظبط، ولو جت الفرصه ان شاء الله بقدر العب بشكل كويس وباضافه للفرقه بفيد فرقتي، ودي اللي بترجعك وبتخليك تعود تاني انك تبقى لاعب اساسي في الفرقه. تعال بقى نروح للدوري. شايف الدوري هيخلص على ايه الموسم ده؟ ومين المرشحين للتواجد في المربع الذهبي مثلا؟ هو موجود طبعا الاهلي والزمالك اكيد، وفي المصري واعتقد بيراميدز عنده يعني برضه تقريبا 4 ماتشات ناقص عشان البطولات الافريقيه هيقدر يخش في المربع الذهبي. الزمالك لعب 25 مباراه، الاهلي لعب 19، فرق 6 مباريات. عندنا مؤجلات. الزمالك 45 واحنا كام؟ فرق 14 نقطه. 55. بس لازم ناخد في الاعتبار طبعا الماتشات المؤجله. بالظبط. الزمالك 55 نقطه واحنا 41، فرق 14 نقطه، احنا عندنا 6 لقاءات فيهم 18 نقطه. يعني محتاجه مجهود. يعني من الاخر كده، الى اي درجه انت مطمئن على الدوري السنه دي بالنسبه للنادي؟ لا هو التنافس كبير. الدوري ده استثنائي الحقيقه. بالظبط. مفيش شك الفتره اللي احنا انشغلنا فيها عدد مباريات قل، ففي مباريات كتير مؤجله هتتضغط الفتره اللي جايه، فدي بتمثل صعوبه مفيش شك. هو الزمالك حاليا 55 والاهلي 41 تقريبا. بس برضه نرجع ونقول فرق ست مباريات فيهم 18 نقطه والفرق 14. يا مسهل يا مسهل الحال. برضو عايز اقف مع حضرتك عند موسيماني، لان الحقيقه في فتره من الفترات كان في شيء من التحفظات، مش هقول لك انتقادات، سواء على الاداء اللي شفناه للعيبه في بعض الاحيان، سواء على نوعيه التغييرات اللي هو كان بيجريها، دي من زاويه. بس من زاويه ثانيه كنا برضو بنقول من شويه فكره ان في حاجات بالورقه والقلم بتبقى مؤشر لاشياء معينه، وبالورقه والقلم الحقيقه نقدر نقول ان موسيماني ناجح الى حد كبير مع النادي الاهلي. مفيش شك كل البطولات اللي يعني كمل الدوري واخدناه والكاس وافريقيا وثالث العالم بننافس على البطوله، ما فيش شك يعني النتائج ممتازه لحد دلوقتي. النقطه موضوع التغيرات اللاعبين، احيانا احنا كلنا بنقدر او بنحكم على التغيير بعد اللقاء، بعد انتهاء المباراه. البديل وفق، نقول لك التغيير صح. لا مين قال لك كده؟ البديل ما وفقش. لا في نقطه، احنا 100 مليون مدرب و100 مليون مدير فني، واحنا بنتفرج على الماتشات وكل واحد عنده التغييرات اللي في دماغه. لا انا عايز اقول نقطه، بيقول قوله لا التوقيت، احنا نحكم على التغيير في توقيته. أوكي. هل تغيير صح ولا لا؟ انما المدير الفني هو مش
التغيير بيبقى صح كناحية فنية. احنا ما بنستناش لما نشوف نتيجة التغيير. انما نتيجة التغيير دي بقى ده موضوع يعني التوفيق بتاع اللاعب. ممكن التغيير يكون صح في توقيت صح ولاعيب صح ولاعيب لم يوفق. صحيح. وممكن انت تنقض التغيير واللاعب اللي ينزل يوفق فنقول التغيير صح. لا يعني انا قصده بس يعني ايه موضوع التغيير اللاعبين دي احنا بنحكم عليها بعد الحدث فتبقى الرؤية واضحة. انت بقى بتطلع وتقول بقى اذا كان حد بيحلل في استوديو او اي شخص عادي الموضوع بيختلف. انما انا رايي الشخصي هو التبديل في توقيته نقدر نحكم عليه. كابتن محمود الكلام معاك يعني الحقيقه دايما بيبقى لطيف جدا ومثمر ومفيد، ولكن للاسف احنا محكومين بفتره زمنيه ضيقه كده الى حد كبير زي ما حضرتك عارف. يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجود حضرتك معانا النهارده، وان شاء الله نلتقي قريبا على خير. لو دقيقه مع حضرتك وفي قناه الاهلي انا مبسوط. ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نكمل معاك. اتفضل. أحلى إحساس في الدنيا التتويج بذهبية على أرض مصر. أول كلمات قالها بطل مصر والعالم في الجمباز علي زهران بعد تتويجه بذهبية كأس العالم، البطولة التي أقيمت على أرض النيل في حدث غير مسبوق، حيث إن مصر أول دولة إفريقية تستضيف هذا المحفل العالمي. لم يكن تحقيق ذهبية المونديال سهلا على البطل المصري، فيعود هذا الإنجاز إلى رحلة اجتهاد منذ أن بدأ مشواره مع اللعبة وهو في عمر 4 سنوات. حقق علي زهران العديد من الإنجازات مع الجمباز، أبرزها إضافة حركة باسمه وهي حركة F إلى قانون اللعبة، وهي من أعلى الحركات صعوبة في تاريخ الجمباز. كما أنه أول لاعب عربي وإفريقي يحصل على ذهبية إفريقيا 6 مرات على التوالي و8 ميداليات في كأس العالم، ولم يتحقق ذلك من قبل، وهي ذهبيتان، 3 فضيات، 3 برونزيات، إضافة إلى حصوله على برونزية البحر المتوسط التي لم تتحقق منذ أكثر من 17 سنة. علي زهران يواصل إنجازاته بكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الجمباز، بالإضافة إلى تسجيل تلك الإنجازات للرياضة المصرية التي تشهد نجاحات غير مسبوقة في مختلف اللعبات، الأمر الذي نقل المنظومة الرياضية المصرية إلى مصاف العالمية. الحقيقة حاجة مشرفة جدا، يعني عظمة على عظمة. احنا منورنا في الاستوديو بطل من ابطالنا استطاع ان يحصد الميدالية الذهبية في الجمباز في بطولة كأس العالم اللي لسه طبعا خلصانة من يومين واللي اقيمت للمرة الاولى في دولة افريقية وهي مصر. منورنا علي زهران صاحب ذهبية كأس العالم للجمباز. صباح الفل عليك. صباح الفل. مليون مبروك بحضرتك. الله يبارك فيك. إيه كله تمام؟ كله تمام. المهم واحنا قبل ما نبتدي ندخل على حضراتكم على الهواء كان ايه طلبنا منه ان هو يبقى لابس الميداليه، فهو كان ايه متردد. ده انا لو منك مش هلبسها، ده انا انام بيها يا استاذ، البسها لو اطلع فلق جري. ذهبيه كاس العالم دي بيج ديل، حدوته كبيره طبعا وما جاتش بسهوله بطبيعه الحال. لا طبعا. لخص لنا كده المشوار اللي فات اللي وصلنا ان احنا قاعدين دلوقتي وانت لابس الميداليه الذهبيه لكاس العالم للجمباز. يعني هي ميدالية كاس العالم اول كاس عالم في مصر يتعمل ويتنظم على ارض مصر وفي افريقيا. طبعا جت بعد مجهود وتعب وتحضير خلال الفتره اللي فاتت، خصوصا في الظروف الصعبه بعد احداث كورونا. وتقريبا اخر ايفنت ليا كان في استراليا، في كاس عالم في استراليا في وقت الكورونا في شهر 3/2020. قعدنا بعدها تقريبا حوالي 6 شهور مفيش تدريب، وبعد كده رجعنا تاني للتدريب. خدت وقت طبعا ومجهود كبير عشان ابتدي ارجع تاني وارجع تاني للفورمه اللي اقدر العب بيها تاني بطولات واقدر تاني نقف على رجلي ونقف على منصه التتويج. كان الموضوع بيتحضر كاس العالم ده كان بيتحضر له طبعا من المفروض كان يتعمل 2020 وتاجل ل 21 بسبب ظروف برضو جائحه كورونا طبعا. بس احنا كنا عايزين نظهر فيه اعلى مستوى وعلى اداء ونقدر نحقق فيه ميدالية على ارض مصر. كاس عالم مميز جدا بصراحه، كان كاس العالم مشرف بطريقه حلوه ومميزه. كان تنظيم على اعلى مستوى. صحيح. انا كنت مبهور فعلا فيه. التغطيه الاعلاميه كانت ممتازه. الاتحاد كان ليه دور كبير قوي ان يوصل ان يعمل ده برئاسه الدكتور ايهاب امين. وزارة الشباب والرياضة ودعمها وسبورت ان ده يطلع بأكفأ
شكل وللعيبة وحاجة مشرفة لمصر فعلا كان ممتاز. بقالي 10 سنين طبعا بلعب كاسات عالم في دول العالم مختلفة. فعلا انا مبهور وفخور يحصل على 6 ميداليات في كؤوس العالم بشكل كؤوس العالم في 6 ميداليات في 9 ميداليات بالظبط 9 كمان 9 ميداليات ما شاء الله ما شاء الله خنصرنا احنا 3 في اليوم بسم الله ما شاء الله ده بجد شيء مشرف جدا يعني الحمد لله مجهود كبير وفترات كبيره وهدف واصرار ان انا اعمل حاجه مميزه وحاجه تحط في تاريخ الجمباز وتاريخ اللعبه وفي تاريخ مصر ان يكون لاعب مصري محقق السكور دوت والنتائج المميزه دي. كان نفسي في كاس العالم ده في خلال الفتره اللي فاتت ان انا يعني اتوج بالميداليه الذهب وكان تدريب الفتره اللي فاتت كلها تحضيرا ان ما ينفعش كاس عالم يبقى في بلدك وفي وسط جمهورك وفي وسط ناسك وتطلع كده مش في حاجه مميزه لا ده انت تطلع بميداليه ذهب فليها شعور جميل ورائع خصوصا في وسط مجموعه من كانوا مشاركين من الدول الاوروبيه والناس المتاهله اولمبيات والابطال اوروبا منافسه قويه فكانت منافسه قويه وجميله وكان سكور مميز صراحه يعني من اعلى 8 في العالم فالحمد لله بسم الله ما شاء الله بتهيألي اكيد يا علي يعني بتهيألي مش هنختلف في النقطه دي فكره ان مصر نجحت بالشكل المبهر ده في تنظيم كاس العالم وفوزك بالميداليه الذهبيه الى جانب طبعا انتصارات ثانيه اكيد ده ممكن برضو يبقى له يعني ايه انعكاس او مردود في حته تركيز شويه على رياضات اخرى غير كره القدم يمكن الجمباز من الرياضات اللي كانت طول عمرها برضو مهضوم حقها الى حد كبير بتهيالي الصوره ممكن تتغير الفتره الجايه بعد الانجازات اللي اتحققت دي طبعا الرؤيه الوقت للرياضه الفرديه والالعاب الفرديه بقت غير قبل كده طبعا التغطيه بقت الاعلاميه بقت كبيره بنقدر نوصل للناس وتوصل ايفنت زي ده ووصل للناس رؤيه كبيره يعني ايه لعبه جمباز ايه الشكل ليها ايه الاجهزه اللي بتلعبها الاولاد وايه الاجهزه اللي بتلعبها البنات في ناس عندها تساؤلات كتير الجمباز ده شكله عامل ازاي للولاد بس للبنات بس ايه فروعه التغطيه للشكل وان احنا ظاهرين على التلفزيون لايف في البطولات ومتابعه الناس والجمهور المصري ده فرق كتير وفي خلال الفترات اللي فاتت الاتحاد كان شغله ومجهوده طبعا رائع ان هو توسع شعبيه الجمباز بطريقه كبيره سواء انتشار الاكاديميات او تواصله بالدعايه او الدعم اللي كان بيعمله دايما الاتحاد عشان يوصل باكبر يوصل في كل المدن يعني يبقى في مصر بعدد كبير وانتشار اوسع. طبعا كانت ده كان مهم وحاجه لينا مفيده ان مصر يعني المصريين يعرفوا ابطالهم ويعرفوا قد ايه احنا موجودين وبنعمل حاجه مميزه وحاجه كبيره. لا الغريب كمان يا علي فكره ان الجمباز من كنت لسه بقول لك من الرياضات اللي الى حد كبير مهضوم حقها بالمقارنه بكره القدم بطبيعه الحال هي صاحبه الشعبيه الاكبر على مستوى العالم كله مش بس في مصر بالظبط علما بان الجمباز هو دايما الاختيار رقم واحد غالبا عند كتير جدا من الاهالي لما اولادهم بيوصلوا للمرحله السنيه بقى اللي هم حابينهم يبتدوا يلعبوا رياضه او يمارسوا رياضه من الرياضات دايما بتكون الجمباز من الاوائل الاختيارات بالظبط ومع هذا ما كانش فيه برضو تغطيات كافيه حتى لنجومنا وابطالنا وبرضو عشان نوضح لحضراتكم الى اي درجه احنا قاعدين مع بطل عالمي يعني بالمعنى الحرفي للكلمه الى جانب طبعا ذهبيه كاس العالم والى جانب ال9 ميداليات السابقه في مونديالات سابقه احنا قاعدين مع لعيب مصري في حركه مسجله باسمه في قانون اللعبه جديد ده بقى كمان جديد الكلام ده ايه بقى يعني ايه في حركه متسجله باسمك وايه المعايير وايه المقاييس اللي بناء عليها تتسجل اسماء لعيبه كاصحاب حركات بعينها في الرياضه دي اللي موجوده في الحياه من قديم الازل حركات الجمباز عباره عن مجموعه حركات يعني الجمله الحركيه مثلا اللي انا بعملها على جهاز الحلق او في الروتين بتاعي بيبقى فيها 10 حركات ودي بتبقى كلها على بعض هي الجمله اللي بتقيم بيها في الاداء بحس من الخصومات او الاداء كل حركه فيها ليها اسم اوكي ان انت تبتكر حركه جديده او تصطنع حركه دي بتتسجل باسمك في قانون الجمباز ابتديت من فتره كده في 2010 كان في رؤيه ان ابتدت ابطال عالم بيبتدي يبتكر الحركه في طبعا ناس قديمه عامله الحركه اوريدي متسجله بس جيت 2010 ابتديت ابص لقيت ابطال عالم عاملين حركات وفي كام كاس عالم كده ابتديت اشوف ايه ده دي حاجه مميزه ده شهرته بتزيد
اعمل حركه باسمه في كتاب القانون الدولي طبعا. في التاريخ بتاع الجمباز طبعا. فابتدت الموضوع اشتغل عليه واجرب ان انا احاول ابتكر حركه اشتغلت عليها فتره كبيره انا ومدربيني يعني فتره حوالي سنتين اشتغلنا عليها من 2011 هي دي الحركه بالظبط هي دي الحركه فعلا اوكي خدت وقت ومجهود كبير عشان تطلع خدت وعايز عضلات بطن ودراعين وكتف طبعا يعني على اعلى مستوى هي من الحركه من الصعوبه اف دي بست اشهر دي من اعلى الصعوبات في الجمباز يعني اعلى الصعوبات لما اتقيمت من الاتحاد الدولي انا والمدرب بتاعي دكتور اسامه عز الرجال ابتدينا نشتغل عليها ونقدمها في البطولات لمده سنتين اوكي السنتين دول اللجنه الفنيه الاتحاد الدولي ابتدينا بنعرض عليهم في زي فورم كده بتبتدي ان انا عندي حركه جديده ومصورها هو على سي دي وابتدي انفذها وهعملها في البطوله فبيبتدوا يقيموها وبتبتدي تعرضها عملتها في حوالي لمده سنتين في بطولات كاسات عالم لحد بطوله العالم في بلجيكا لما بتيجي تنزل بطوله العالم بقى هنا دي اللي هي ايه يعني الفاينل ان هي بتدي ينزلها في الكتاب خدت عليها ساعتها كونفيرم ونزلت ان اول لاعب مصري عربي افريقي سجل اسمه في قانون لعبه الجمباز في تاريخ الجمباز حاجه الصراحه شرف وانا بعتبرها مراسي يعني ده طب طب واي شرف يا استاذ واي شرف حاجه جميله جدا طب بسم الله ما شاء الله بالانجازات اللي حصلت دي بتتطلع لايه بقى في اللي جاي انت قفلت كل الميداليات خلاص يعني اللعيبه المنافسه كلهم بيشتكوا مفيش ميداليات قال لك علي زرار خلص الميداليات بتفكر في ايه بقى في اللي جاي او تستعد لايه في اللي جاي ان شاء الله الفترات اللي جايه دي في بطوله عالم عندنا في شهر 10 في اليابان ان شاء الله تكون الفتره دي كويسه وفي كاس عالم تاني في شهر 9 تبقى الفتره بتاعه الكورونا دي تعدي يعني كويسه ونقدر في بطولات ساعات بتتلغي وايفنتات بس اعتقد ان شاء الله الفتره دي ابتدت مع اللقاح اللي بيبتدي يتاخد وكده اعتقد ان الدول ابتدت تفتح وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه وميداليه برده كبيره كده لمصر يا رب ان شاء الله وربنا ان شاء الله يكرمنا في اللي جاي بالمناسبه بقى طالما احنا قاعدين مع بطل عالمي وكاس عالم وميداليات ذهب وحدوته كبيره السن الامثل لاي طفل عشان يبتدي يمارس رياضه الجمباز السن الامثل انا من سن 4 سنين يبتدي الجمباز يعني انا بادئ من سن 4 سنين أوكي. مش بقول لا ان الاربعه بس هو اللي يبتدي لا 4 و5 سنين و6 سنين يقدر هي الفكره كلها ان انت بس عندك مش بعد كده علي يعني. مش بعد كده مش بعد يعني 5 سنين يعني ما ينفعش طفل عنده 11 سنه يبتدي مثلا هو الافضل الصراحه يبتدي من 5 سنين أوكي. ده الافضل عشان يبتدي يعني هنا بيبقى الجسم جاهز للتشكيل بمعنى اصح للمرونه وبعد كده يبتدي ياخد الفتنس البسيط بس على فكره على ذكر التشكيل في برضه مش عارف الى اي درجه الكلام ده صحيح برضه في موروث كده شعبي يقول لك ايه لا الجمباز طبعا جميل وبيعمل جسم كويس هو بس يعني ايه بيعطل عمليه الطول النمو بالظبط المعلومه دي صح ولا لا هي المعلومه دي مش صح تماما يعني انا شايف ان هي مش صح تماما لا هقول لحضرتك هو امتى ممكن يوصل للنقطه دي اعتقد ان النقطه دي في المراحل مثلا بتاع سن 12 سنه او حاجات سن 12 13 14 سنه في الجزء ده ممكن ساعتها يبتدي ياثر شويه بس مش بيأثر بالشكل الكبير اللي كلنا متخيلينه زي مثلا الحديد ما هو بيقول لك الترتيب يعني لما تيجي تشيل حديد ما ينفعش في سن صغير عشان ما تعملش الضمور في المفاصل او في مراكز النمو بمعنى اصح فبيبتدي يقول لك لازم تشيل ويت خفيف هي بنفس الوقت برضو دلوقتي بقى الاحمال او الشغل بقى بسيط عشان المفاصل ما يبتديش يحصل فيها ده على كل واحد على حسب السن في معايير بتتحط في الاجباريات او في الجمل الحركيه اللي بتتعمل لكل طفل في المراحل السنيه دي عشان نحاول نحافظ ان ما يبقاش في ضمور ممكن قبل كده كان الموضوع بيحصل بس مش اللي هي بتبقى حاجه كبيره برضه بس لما بيبقى بياخد راحه وزي اصابه معينه بيبتدي الموضوع يرجع تاني بل بالعكس ده في ناس مثلا بتلعب جمباز وتقعد شويه مثلا وبعد كده تقوم بطلت تحس مره واحده ان هي طولت او بياخد اجازه مثلا هو ده ياكد الكلام اللي بيتقال بالظبط هي فعلا بتاثر هي بتقلل شويه بس يعني او ايه ما بتخلي المرحله تاخد وقت اطول يعني غير العادي ممكن يبقى معايا الطفل مثلا في المدرسه او اصحابنا مثلا في المدرسه معانا تلاقيه مثلا هو اطول منك ايه الفرق لا انت ممكن يعني اقصر منه شويه لما تاخد اجازه تلاقي نفسك طولت هقول هو الجمباز الصراحه حلو الجمله لما تاخد اجازه تلاقي نفسك طولت طولت ريحت فعلا لان الجمباز دايما فيه زي اقول لحضرتك حاجه الجهاز الارضي الجامب التمبوهات الكتير الحاجات دي هي اللي بتاثر شويه على المفاصل
بس دلوقتي الموضوع بقى علمي شويه وبصراحه هو الجمباز برضو للسن الصغير مهم جدا للاهالي ليه؟ لان هو البيز للرياضات، بيشكل لك جسم مرونه قوه سرعه رشاقه، هتبتدي بعد كده لما تيجي تخش مثلا من سن 10 سنين حتى لو ما كملتش وما لقيتش مستقبلك فيها، بس على الاقل بتاسس كويس جاهز لاي صحيح. رياضه فعلا صحيح. بس علي مليون مبروك، واحنا مستنيين منك المزيد ان شاء الله من الميداليات. بالمناسبه هتبقى لك مشاركه في طوكيو ان شاء الله. طوكيو انا لسه في بطوله كاس عالم ربنا يكرم وتبقى موجوده في الدوحه لو ليا نصيب فيها ان شاء الله اطلعها. هنقفل ميدالياتها باذن الله، ربنا يكرم باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق ليك، حاجه جميله جدا وشيء مشرف جدا ونموذج مشرف للشاب المصري الرياضي المجتهد اللي فعلا بيحقق انتصارات على مستوى العالم بالمعنى الحرفي. علي مليون مبروك مره ثانيه وميرسي جدا لوجودك معانا النهارده. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا لك. بنشكر كل حضراتكم على متابعتكم لحلقتنا النهارده. بكره ان شاء الله حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، قبل دلوقتي بساعتين من 10 ل 12 يتجدد اللقاء. صباح العسل.